قالت الشرطة البريطانية إن الهجوم الذي وقع خارج قصر باكنغهام بالأمس كان حادثا إرهابيا. كما أوضح قائد شرطة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد أن المهاجم والبالغ من العمر 26 عاما محتجز الآن لدى شرطة مكافحة الإرهاب. كما أضاف أن المهاجم تعمد التوجه بسيارته صوب شاحنة صغيرة تابعة للشرطة وتوقف أمامها في منطقة قريبة من القصر، وأشار إلى أن ثلاثة من الشرطة أصيبوا لدى تصديهم للمهاجم.